يا أنيس أنا تعبان جدا، سأنام فورا. أنيس ماذا تعمل؟ أنتظر الليلة، سأنتظر. ها تنتظر؟ تنتظر ماذا؟ صاحبنا الجديد الذي يسكن فوقنا. هل تعرف أنه كل ليلة يخلع فردتي حذاءه؟ فردتين؟ طبعا يخلع فردتين. كم تريد أن يخلع؟ 4 فردات؟ هذا مضحك. أنيس أحيانا تكون سخيفة. دائما يوقظني، لكن سأضحك عليه. الليلة سأنتظر حتى يخلع الفردتين، وبعد ذلك سأنام. حسنا 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 يا أنيس، اعمل ما تريد يا أنيس، لكني سأنام. تصبح على خير. هاي رمى، رمى الأولى يا بدر. نعم جميل جدا، لكن أرجوك أن تنام، أرجوك. نعم لكن سأنتظر حتى يخلع الفردة الثانية بعد لحظة. لحظة. دا 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 دا. اسمع يا أنيس، يظهر أنه لا يريد أن يخلعها، الأفضل أن تتركه وتنام. أوه لا يمكن إلا أن يخلع الثانية. تعرف ماذا؟ الآن إنه ينتظرني حتى أنام ليخلعها. نعم لكن سأضحك عليه، سأبقى مستيقظا وأتظاهر أني نائم. سيظن أني نائم لكني مستيقظ، سيخلع حذاءه وبعد ذلك سأنام. حسناً أنيس سينام الآن، سينام أنيس. نعم سينام في فراشه. حسناً تصبح على خير. بدر، ماذا يا أنيس؟ كل شيء على ما يرام. رمى الثانية، نقدر الآن أن ننام. هاي بدر، هاي لا تنام على الأرض. بدر، هاي خذ المخدة.